أول شيء بدي أشكر الدكتور الكردي والجامعة العربية على هالاستضافة وبدي أشكر معالي الوزير. أنا إلي الشرف إنه أحكي بعده وكون حده لأنه ماني شاطر بالمجاملات بس حبيت أقول هالكلمة لأنه دائما هو سباق بشغلة بلبنان في كلمة بحبها كثير بالإنجليزي اسمها best practice. دائما الدكتور ياسين جابر بحب إنه يجيب على لبنان best practice. حكي بموضوع قانون الأسواق المالية بعرف إنه هو اشتغل كثير عليه يمكن هو ما بيعرف بس أنا اشتغلت كثير عليه بلجنة كان وقتها أسسها الوزير جهاد أزعور تعدل القانون لصالح تقريبة هيئة الأسواق المالية من مصرف لبنان هالشيء أكيد كان كثير إيجابي بس كان في وقتها شوية شد حبل والبرلمان وقتها صحح الأمور. نفس الشيء بالنسبة لقانون الشراكة البي بي بي قانون بياخد العقل قانون بجنن. عيب انه تأخر لانه في كتير من المشاريع يلي عم تتنفذ اليوم منا عم تدخل من ضمن هيدا القانون. لو بتدخل من ضمن هيدا القانون كنا حصلنا على افضل بكتير بالنسبة للشفافية ولغير المواضيع. في كمان المشاريع اقتراحات القوانين يلي تقدم فيها معالي الوزير يلي كتير مهمة ونحن بس يعني الحديث تبع اليوم بتعلق بوحدة منهم يلي هو إنشاء الصندوق السيادي. أول شيء أكثريتكم مهندسين أنا بس خبير بالأمور المالية ما في أحكي عن الأمور الفنية بموضوع النفط. إن شاء الله يكون في نفط وغاز وإن شاء الله يكون هيدا موضوع خشبة الخلاص للبنان لأنه ماليا وضعنا كتير كتير تعبان. الموضوع تبعنا هو الصندوق السيادي يلي هو الموضوع تبع الاقتراح والقانون. خلينا نعمل ديفينيشن صغيرة للصندوق السيادي. هو صندوق أشكاله مختلفة بس لكن بتلقى الأموال اللي بتجي من موارد معينة حسب القانون يلي أنشأ الصندوق وهالصندوق بيستقبل هالأموال بديرها وبيوزعها حسب كمان شو بنص عليه القوانين المرعية. هالموارد بتكون من الموارد النفطية all revenues بس في كتير صناديق ما لها علاقة بالأويل بتكون موارد من فائض بمثلا الموازنة فائض بميزان مدفوعات فائض بالمخزون تبع المصرف المركزي أما أموال بتجي من بيع أصول للدولة شركات أراضي اللي هن. في عنا نوعين من الصناديق. صندوق له علاقة بالماكرو ايكونوميك فاريبلز يعني بيجي ليصلح يعمل ستابيليزيشن ما بعرف شو بالعربي ستابيليزيشن استقرار للوضع الاقتصادي الظرفي. مثلا اذا في ركود اقتصادي وعجز بالموازنة بيجي هالصندوق بيغطي العجز بيعمل بسموها stabilization of fiscal revenues أما foreign exchange. هيدا نوع. النوع الثاني يلي معروف أكثر ويلي معتمد أكثر هو long term investment of accumulated public savings يعني الصناديق يلي بتدير أموال للأجيال الآتية. هيك مبدئيا المشروع يلي اشتغل عليه معالي الوزير له عليها اكثر باجيال الاتيه بس بنشوف شو هي ال في نوعين هون كمان ما بدك فوت بالتفاصيل فينا اذا بركي الجامعه اللي بهمه الاشياء القصص الماليه ممكن الجامعه توزع البرزنتيشن بيكون فيها تفاصيل.
ما بعرف اذا في طلاب من الكليه الاقتصاد اما كلهم مهندسين. انتم بتهتموا بكل شيء. السوفرين فاندز الصناديق السياديه بكون عندها اوبجكتيفز ان كومن. اول شيء ستابيلايز ذا بادجت، يعني نعمل ستابيليزيشن للموازنه. الدول يلي عندها مثلا مثل موارد تجي من قطاع معين بشكل قسم كبير من هالموارد بدها تجرب تعمل تنويع توزيع للموارد يلي ممكن تجيبها، مثلا دول نفطية يلي بتستثمر بقطاعات عبر القارات كرمال تحصل على موارد غير الموارد النفطية. في اوبجكتيفز من كل الانواع. اوكي، اكبر صناديق سياديه موجوده عندكم، اكبر واحد هو تبع النرويج تقريبا 1 تريليون. الكابيتال سورس تبعه موارد تجي من النفط. الثاني اكبر تبع ابو ظبي لاديا 828 مليون كمان اويل. الصين عندها صندوق كثير كبير ما بيجي من النفط بس من الاحتياطي بالعملات الاجنبيه. بتعرفوا انه الصين بلد عنده صادرات كثير كبيره، دونك عنده فائض بميزان المدفوعات، دونك عم بجمع ريزيرفز. هالريزيرف بحطهم قسم منها بحطهم بصندوق سيادي والى ما هنالك. والصين عندها صندوقين، بلد كثير غنية. هلا كيف بيندار الصندوق السيادي؟ legal structure ضروري يكون في strong legal framework، وهذا الشيء يلي عم بينشغل واكيد بينشغل اكثر عليه بلبنان، لانه بده حوكمه. هذا الصندوق الحوكمة كتير مهمة بإدارة الأموال العامة والخاصة كمان. موضوع شوي منسيب لبنان. مثلا بالنسبة للهيكلية القانونية بدنا نعرف شو هو الطبيعة القانونية لهذا الصندوق، وشو طبيعة علاقته مع الإدارات بالدولة، مثلا علاقته مع وزارة المالية أما مع مصرف لبنان. ما بدنا مصرف لبنان يستعمله لأغراض لها علاقة بالسياسة المالية أما النقدية. لازم يكون مستقل. ما بدنا وزارة المالية تستعمله لأغراض غير أغراضه. بدنا إنه القرارات اللي بتتاخد تكون قرارات يعني مرتكزة على القوانين الموجودة. وأهم شيء الحوكمة، الأكاونتابيلتي، ما بعرف شو أكاونتابيلتي بالعربي، المحاسبة والشفافية. الطبيعة القانونية تبع الصناديق فيها تكون مختلفة، فيها تكون شخص معنوي، فيها تكون شخص معنوي مملوك state owned corporation مملوك من الدولة، أما ما يكون عنده طبيعة شخص معنوي بيكون pool of asset fund بس ما له طبيعة، يعني بيكون معروف شو هو بس مش عاملين له هيكلية قانونية pool of asset. هلا في two models، في المانجر موديل وفي الانفستمنت كومباني موديل. المانجر موديل بيكون في شخص طبيعي تابع للدولة هو بيملك هالصندوق، مثلا وزارة المالية، ولكن إدارة الصندوق تنعطى لهيئة تانية. الانفستمنت كومباني موديل بنخلق شركة أما هيئة بتملك الأصول تبع الصندوق وبتدير هالأصول.
هلا كيف بصير الحوكمه ب بسندات السياديه؟ اول شيء في الهيئات يلي بتدير، اول شيء في البرلمان يلي هو بيشرع، بعدين وزاره الماليه يلي بتعطي الانفستمنت مانديت، بعدين بيكون في اكزيكوتيف بورد يعني مجلس اداره للصندوق، بيكون في رئيس مجلس اداره اما مدير عام اما مدير تنفيذي، وبعدين في مدراء. بالنسبه للهيئات يلي بدها تعمل سوبرفيجن يعني رقابه، بده يكون في هيئه رقابيه جنرال اوديتور داخليه، بده يكون في اكسترنال اوديتور بيج فور مهم جدا، انترنال اوديت، ولازم يكون في كومبلاينس سينيت يعني هيئه يعني اداره بتختص بالامتثال. لازم هالاداره يلي هي من داخل الصندوق تتاكد من امتثال الصندوق، مثل ما بيعملوا بالبنوك، مثل صاروا يعملوا باكثريه الشرك بالعالم، في هيئه بقلب الشركه مستقله عن اداره الشركه، هي بتاكد على امتثال الصندوق بشو؟ بقوانين العامه وقوانينه الخاصه. كثير مهم هالستراكشر لموضوع الحوكمه، لانه بدنا نبني مصداقيه لهالصندوق، بدنا نحد من امكانيه الفرود والميس مانجمنت، بدنا نبني طريقه اداره للصندوق تكون قويه وفعلي، وكمان هيدي فرصه لحتى نعمل ريفورم لغير ادارات بالدوله. هلا بالنسبه للتاكس، موضوع منه كثير مهم، بس بالعاده بيكون في اعفاءات للصندوق السيادي، مش عم فوت بالتفاصيل، ما افتكر موضوع كثير مهم. رح نعطيكم مثلين، مثل النرويجن فوند والماليزيان فوند 1 ام بي دي. النرويجن فوند العالم كله بيعتبره نجاح كامل، هو فعلا من ناحيه البيست براكتس والحوكمه والشفافيه هو نجاح كامل، بالنسبه للديسكلوجر شفافيه، بالنسبه للاداره تبعيته، بالنسبه لطريقه القرارات كيف تتاخذ يعني الجوفرنس، كل شيء تمام، بس عنده علة صغيرة. وكان في ارتكل مش من زمان، يمكن الجمعة الماضية، بفتكر بالنيويورك تايمز اما وول ستريت جورنال، مش عم بتذكر، عم بي هالارتكل عم بيقول انه بالنهاية الصندوق ادارته منا منيحة، منا صالحة. يعني اذا بنطلع من ناحية المردود المالي تبع الصندوق كتير واطي، الافرج تبعه بالاربعة بالمية بالسنة، وعم بتسألوا بالارتكل ليش؟ ليش؟ لانه يمكن البيروقراتس الاداريين معاشات عالية كمان ممكن، اللي حطوا اهداف والجايد لاينز تبع اداره الصندوق فاتوا بتفكير ما حدا عمل له تشالنج، قالوا نحن ال 80 اما 90% ما عندي الرقم براسي، لازم يكون ليستد اكويتيز اما ليستد بوندز، يعني ادوات من مدرجه بالاسواق الماليه. خسروا بال 2008 كثير، خسروا كثير مصاري بالازمات من 2008، ومعدل الربح تبعهم كان كثير واطي من وراء هيدا القرار، بالوقت اللي غير صناديق عملت احسن بكثير. مش عم بحكي بس عن صناديق السياديه، عن في الاندومنت فاندز بالجامعات اتسترا بيعملوا اكثر بكثير. ليش؟ لانه
خطر أكثر، بس المخاطر بالأسواق المالية مش مت واحد بيتصورها. إذا واحد فات مثلاً ببرايفت إكويتي ما معناته عم بخاطر أكثر، عم بخاطر بالسيولة تبع الانفستمنت تبعه. بس هون الفند طبيعته إنه منه بحاجة لسيولة، لأنه هو للأجيال الآتية المقبلة. ما حدا عايز المصاري اليوم. المفروض الصندوق يفتش على مردود أعلى لو على حساب السيولة، وهيدا اللي ما عمله الصندوق النرويجي. دونك نحن كمان بدنا ننتبه انه كيف بدنا نحدد الجايد لاينز تبع إدارة هالصندوق لنتجنب. بدنا كوربريت جوفرنس، وبدنا شفافية، وبدنا نتجنب موضوع تضارب المصالح. بعطيكم مثلا إذا بدنا نروح ب برايفت بليسمنت، ما بدنا يكون في تأثير من أشخاص نافذين يقولوا والله أنا عندي مشروع فوتوا معي. هذا الشيء مش وارد. ما بدنا تأثير من بالقانون. ممنوع، ممنوع بالقانون. أكيد بالقانون ما عندنا شك يا معالي الوزير إنه عم تحطوا كل الأشياء اللي لازم تنحط. العبرة بالتنفيذ، بس ضروري أولا تكون بالقانون. وهون الصعوبة. أنا برأيي بركي أحسن شيء بينعمل هو تنمنع تضارب المصالح، هو إنه مجلس الإدارة تبع الصندوق ما يتعين من قبل مجلس الوزراء. يمكن أحسن شيء إنه مجلس الوزراء يصوت على، لأنه نعرف نحن التعيين بيكون سياسي وتنفيع، وناس أول شيء ما عندهم الخبرة، وتاني شيء عندهم ولاء لأحزاب أما أشخاص. معناتها تضارب المصالح والقصص وعدم الخبرة اثنين سوا يعني خراب. ممكن إنه فكرة، عم بعطي فكرة، خلي مجلس الوزراء اللي هو مفروض ياخذ القرارات ياخذ قرار يعين شركة هدول الهيد هانترز، يقول من وكلك تعيني كل أعضاء مجلس الإدارة ونحن بنوافق على اللائحة بأكملها. أكيد بحطوا لها الشروط العادية، واحد شيعة واحد درزي واحد اتسترا. سوري عن أنا ما كثير عندي، ما بعرف يعني، ما بدي أحكي عن ما مش هيك يعني. صار في شك، أنا مواطن عادي ما كثير بتعاطى بالسياسة بالأمور، بس بحضر تلفزيون مثل كل العالم. صار عنا شكوك نحن المواطنين بكل إدارات الدولة، لأنه كل وحدة في تأثير عليها من السياسة. بدنا نحكي بصندوق تاني يلي هو صار فيه كوارث، يلي هو صندوق ماليزي. مليارات الدولارات راحت فرود، سرقة. هيك ما فينا نسميه صندوق سيادة، بنسميه هيدا صندوق تنفعة لشخص أما لمجموعة أشخاص من النافذين بالدولة الماليزية. مش رح نقول أكثر، أحسن ما نحجوا لمعالي الوزير. لا بركي عندك أصحاب بمنيجة. بالنسبة للاقتراح القانون، مثل ما قلنا جيد جدا، مثل ما كان البي بي بي جيد جدا، مثل ما قانون الوساطة المالية. يمكن في شوية تعديلات من خلال التجربة اللي صارت بغير بلدان. نحن تشالنجز عنا كثير كبار. بركي لازم يكون في فصل بين الإدارة والسوبرفيجن، يعني نعمل تو بوردز، واحد بتأكد من الامتثال ومن عدم وجود تضارب مصالح، تاني بدير. بفتكر حكيت كل شيء، رح وقف هون وشكرا. شكرا سيدي.